السلام عليكم. عندنا السوق اختي ما فيه لا ام، جابونا لهنا عملونا فحال السوق. نهار اللي جابونا هنا هذه طالعين في 3 سنين السوق ما فيه لا امن لا مخزن. الناس كامله خرجت من الزنقه، عطونا من الزنقه لهنايا وعطيتونا هذه المطارده، خصكم توقفوا معنا ما وقفتوش معنا. الناس كامله مشات في حالها، خرجت من الشارع بحال اللي كانت قبل. بقاو هنايا 10 ولا 15 الناس هما اللي كاينين هنا في السوق كامل، ما كاينش. سقسي واش كنبيعوا على 2000 فرنك، على 2000 فرنك السوق ما كيجي له حتى واحد، ما كيجيوش الناس من السوق، ما كيجيوش الناس هنايا مرة. الناس حدهم هنا في الفلوجة كيمشيو في حالهم، ما كيطلعوش هنا السوق هذا أبدا. السوق ما عطاتش شي نتيجة، ما كنقدروش على الله. كاين 500 حانوت هنا و500 تحت، ما عمري شي هنا حتى 20 الناس. أنا واحد من المستفيدين هنا في السوق. اختي السوق خاوي، انت كتشوفي الناس اللي مستافده كامله خواو هنا من السوق. انت السوق كيصفر، البيع والشراء والو، يعني اي واحد اللي عنده شي بلاصه خلاها خاويه هنايا وخرج للشارع، فهمتي؟ السوق خاوي، كاينين هنايا ما كاينينش الا حسيتي، وهنا كاينين واحد 15 الناس، فهمتي؟ 15 الناس هما اللي معمرين هنايا، 15 الناس راه ما يمكنش يخدموا السوق. نعينا هنايا بنادم الانسان راه طب في راس المال ديالو هنايا، خلي انا والله ما عرفنا شنو نديرو، حتى حنا غادي نخرجوا. الناس يا اخرين خرجوا، كاين اللي مشى خدم دبر في شي خدمه، كاين اللي خرج للشارع، كاين اللي سمح في البلاصه ديالو هنا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، فهمتي؟ السوق عندنا خاوي مره كيصفر، ما كاينش اللي راه كاين هنا، كاين اللي ما كيتفتح على سيمانه. كنا في الشارع من طبيعه الحال، البيع والشراء في الشارع راه ماشي هو دابا اللي كاين هنايا. البيع والشراء الانسان راه كيدي راس نهارو كيمشي مزيان، دابا هنايا البيع شرا قليل مره قليل، وحتى الناس كيدخلوا ما كيجبروش السلعه هنايا، حتى واحد ما كيجيو كيجبروا السوق خاوي كيخرجوا بحالهم. ودابا حاليا راه ما كيوصل عندنا حتى شي واحد لهنايا. شوف الدنيا خاويه، كاين الناس مفرشه على في الزنقه على برا، وكاينين الناس يعني خدام من موطع اخر وسامحينهم في الاستفاده ديالهم، وهذا هو اللي كاين اختي. بغينا السلطه دير الخدمه ديالها اللي خاوي الاستفاده يعمرها، خصها تجي تسحب له الاستفاده وتعطيها لواحد اخر اللي محتاج ليها. من طبيعه الحال السوق يعني الا كان عامر فيه السلعه كامله غادي تحرك، يعني اي واحد يجي يبغي شي حاجه غي ياخذها من هنايا، السوق غادي يعمر. ما جاوش ملي جبروا الاستفاده، ما جاوش يعني ما تيقول لك ما عجبتهمش الاستفاده هنايا، فهمتي؟ ما جاوش يعني، والسوق هو خاوي. راه كاينين هنايا شحال الناس هنايا الا حسبتيهم، دابا حاليا اللي باقين دابا حاليا هنا 15 الناس هما اللي كاينين معمرين هنايا، من 500 وصرف 500 استفاده دابا كاينين 15 الناس راه ما يمكنش يخدموا السوق، وهذا هو اللي كاين اختي، فهمتي؟ صراحه اختي السوق هنا الانسان ما كيستفتحش. السوق عطانا استفاده 535 بلاصه، جاو الناس استفدوا، والحق ما جات حتى شي واحد نهار المحل ديالو. الحق الا كان السوق عامه وكاينه السلعه راه كتكون البيع والشراء، مادام ما كاينش السلعه راه ما كاين لا بيع ولا والو. دابا حنا كنطلبوا من السلطه تعاون معنا، الناس ما يعمروا البلايص ديالهم ويعمر السوق باش تكون شويه الحركه. راه كيجي عندنا الكليين كيلقى السوق خاوي ما كيلقاش السلعه، راه كاين هنا واحد 40 الناس ولا 30 ديال الناس هنايا، 535 بلاصه هنا خاوي. السوق سامحين فينا هنايا مهمولين، يعني ما كاينش اللي يتسول فيك ولا كيسول فيك واش بعتي وشريتي واش ديتي نهارك ولا ما ديتش، صابرين هنا غير بزز والله العظيم. الله يدير شي تواد الخير وصافي. تقريبا دابا طالعين في 3 سنين دابا حنا هنا، خساره الانسان ما كيدي والو، غير المهم غير كيجي وصابر وصافي ما عنده فين يمشي. كنا مزيانين في الزنقه، كنا التجاره مزيانه وكانت كاينه السلعه، دابا المشكل هنايا ماشي التجاره ما كايناش، السلعه ما كايناش، البلايص خاويين، اي واحد اي مستفيد عنده بلاصه خاويه. كتلقى واحد العدد قليل ديال البلايص اللي عامري، حيت ما كاينش ما السلعه ما كايناش، ما كنا عامروا معنا السوق غادي يكون السوق مزيان. حق دابا الدراري هنا استافدوا ما عمرتش البلاصه ديالها، بقاو بلايص خاويين، اغلبيه البلايص بقاو خاويين. انا خاصي انا عندي من العواشر انا ما استفتحت لا والو، بيع صندالة هذه فيها 1000 فرنك ديال اش هي، عندي الدراري، عندي 3 ديال الدراري هنايا، شنو غناكل انا دابا؟ يلا هانتي شوفي السوق خاوي، ما كرهناش السوق عمار، هذوك صحاب الجوطيه اللي الفوق يتعمروا معنا حنا هنايا، صحاب يخدموا معنا، صحاب الخضاره حتى هما يخدموا معنا، خدموا كاملين بينا، حتى هما خصهم يخدموا بحال هما بحال حنا بحال اي واحد. لو كان بنادم هنايا مجاورنا بنادم راه غنخدموا حتى حنا، صحاب الجوطيه الفوق حتى هما، علاش يعمروا نهار الخميس ونهار في الحافه، في الحافه معمره، في الحافه يعمروا حدانا على السوق، ما مستافدين لا والو. انا تنهضر معاك اعوذ بالله من قولي، انا راه بعت وشريت في الزنقه ما استفدت لا والو، انا شاري، انا من الناس شاري ماشي حتى مستافد. انا هنايا في السيمانه ما تندي حتى درهم من العواشر، ما ديت شي درهم. بيع صنداله فيها 1000 فرنك ديال اش هي؟ انت تتشوفي انا حنا هنايا دابا لا كنتي سبع راك تتبع الراجل قبالته، ما كنتي شي دريويش راه ما تعيشي مع هاد الناس هادو. 500 بلاصه فينا هما؟ 500 بلاصه 500 ديال الناس اصحاب العنصريه، اصحاب العنصريه، هذا اللي عنده البلاصه راه عنده واحد من العائله من الافراد، راه معروفه كنا الناس اللي ما يستحقوهاش، ايه فهمتي؟
غير استافدو مشاو بحالهم. هذا باك، هذا خوك، هذا من العائله، وهذا من العائله، حنا عارفين هذاك الشيء، ولكن كل واحد الله يعاون ولا يسخر لكل واحد. حنا بغينا غير نتعاونوا مع بعضياتنا، كيف انت كيف انا كيف اخر كيف اخر. ها السوق خاوي، ها ما كاين حتى شي واحد. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.